السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سنوها الجندي من قناة فلاش التعليمية. ازيكم يا أصدقائي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. ومعادنا النهاردة مع أصحابي في الصف الأول الابتدائي مع منهج اكتشف الفصل الدراسي الثاني. وقبل ما نخش في موضوع حلقتنا النهاردة أو موضوع درسنا النهاردة، أنا عاوزة أشكر صديقة ليا، هي ذاكرت الدرس المرة اللي فاتت ورايا وشاركت الدرس مع أصدقائها، وهي وأصدقائها بعتولي صور الحل اللي هم حلوه على صفحتنا على الفيسبوك، ودي صورة الحل الجميل بتاعها. شاطرة يا ريتال، شاطرة جدا، كلنا نسقف لها، وياريت كلنا نعمل زي صديقتنا ريتال ونذاكر مع بعض الدرس أول بأول ونشارك الدرس مع أصدقائنا عشان كلنا نستفيد وأصدقائنا كمان يستفيدوا وما ناخدش المعلومة لنا لوحدنا، ونتابع مع بعض أول بأول واحنا لسه في الفصل الاول كيف يتم تصنيع المنتجات حول العالم. ومعادنا النهارده مع الدرس الثالث وهو اسمه انواع المنتجات. يلا يا حبايبي نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي يا حبايبي احنا عاوزين نصنف المنتجات وانواع المنتجات على حسب نوعها. في نوع من الملابس، ونوع من الطعام، ونوع من الالعاب، ونوع من ادوات النظافه الشخصيه زي ما مكتوب عندنا في الكتاب. فهنا دلوقتي المفروض الميس او المستر اللي بيدينا الدرس كاتب لنا مجموعة منتجات على السبورة، وهي مثلا قميص، بنطلون، تفاح، خبز، سيارة لعبة او دبدوب لعبة، فرشاة اسنان او مشط. المفروض يا حبايبي ان احنا نعرف كل منتج من المنتجات ديت بتنتمي لاي مجموعة من المجموعات اللي قدامنا. فهنا بيقول لنا ايه في الدرس بقى؟ انواع المنتجات: اكتب كل عنصر من القائمة الموجودة على السبورة بجانب المنتج المناسب لها. زي ما قلنا من شوية، دلوقتي القميص والبنطلون اللي عندنا دول المفروض ينضموا لقائمة ايه؟ الملابس ولا الطعام ولا الالعاب ولا ادوات النظافة الشخصية؟ اكيد 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 طبعا الملابس. احنا بنروح نشتري هدومنا منين؟ من محل الملابس. فهنكتب في السطر الاول قميص، والسطر التاني هنكتب بنطلون. طيب عندنا كلمات ايه تاني؟ في كلمة تفاح وفي كلمة خبز. التفاح والخبز دول يا حبايبي هل هم ملابس ولا طعام ولا العاب ولا ادوات نظافه شخصيه؟ اكيد طبعا التفاح والخبز دول حاجات احنا بناكلها، فيكون موجودين فين يا حبايبي؟ موجودين في قائمه الطعام. شاطرين شاطرين شاطرين، برافو عليك. فهنكتب في السطر الاول تفاح، وهنكتب في السطر الثاني ايه؟ خبز. نيجي على الكلمات اللي بعدها، عندنا كلمه سياره لعبه ودبدوب لعبه. الله، انا بحب اللعب قوي، بحب العب بالالعاب قوي. مين بيحب يلعب معايا؟ كلنا طبعا بنحب الالعاب. ويا ترى بقى احنا بنجيب الالعاب ديت منين؟ بنجيبها من محل الالعاب، صح ولا مش صح؟ يبقى السياره اللعبه والدبدوب اللعبه هيكتبوا فين؟ مع مجموعات الالعاب. نكتب في السطر الاول سياره لعبه، في السطر الثاني دبدوب لعبه، واخر حاجه مكتوبه عندنا على السبوره هي ايه؟ فرشات الاسنان والمشط. يا ترى فرشات الاسنان والمشط دولت يندرجوا تحت قائمه الملابس ولا قائمه الطعام ولا قائمه الالعاب ولا ادوات النظافه الشخصيه؟ بالمناسبة أصحابي، عاوز نعرف إيه هي أدوات النظافة الشخصية. أدوات النظافة الشخصية ديت هي الحاجات اللي بتساعدنا إن احنا نبقى نضاف وإن احنا نبقى حلوين ونعترم نفسنا ويبقى شكلنا مهندم كده وجميل. كمان حاجة مهمة جدا جدا، أدوات النظافة الشخصية بتاعتنا بتبقى شخصية، يعني إيه؟ أنا لوحدي بس اللي بستخدمها، يعني ما ينفعش أخويا يستخدمها معايا، ما ينفعش مامتي تستخدمها معايا، عشان نحافظ على صحتنا بشكل كويس. زي إيه أدوات النظافة الشخصية؟ زي فرشاة الأسنان، زي فرشاة الشعر، زي القصافة، زي المشط. فطبعا احنا هنكتب فرشاة الأسنان والمشط فين؟ في أدوات النظافة الشخصية. شاطرين 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 شاطرين. وكده يبقى خلصنا أول جزء في الدرس النهاردة، ونروح على الجزء التاني. والجزء التاني موجود في صفحة 9. شوف عنوان الصفحة ايه؟ المتاجر والأسواق. الله 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 الله، انا بحب الحاجات دي قوي قوي قوي. انا بحب انزل اشتري واعمل شوبينج واروح هنا واجيب من هنا، واحب اشتري حاجات كتير 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 كتير. ويا ترى انتوا يا اصدقائي بتحبوا تشتري زيي؟ طب احنا عاوزين دلوقتي نعرف كل منتج احنا بنشتريه منين، عشان دي حاجه مهمه جدا جدا بتساعدنا وتعرفنا ان احنا نشتري المنتج الكويس بالجوده الكويسه ونشتريه باحسن سعر. فهنا بيعلمنا ازاي نصنف المنتجات بس على اساس المكان اللي احنا بنشتريها منه، وبيقول لنا ايه؟ اكتب كل عنصر من القائمة الموجودة على السبورة بجانب المكان الذي يمكنك شراء العنصر منه. وزي ما عرفنا في المرة اللي فاتت، المفروض الميس او المستر هيكتب لنا مجموعة بضائع على السبورة، واحنا كشطار هنقسمها على اساس ايه؟
المكان اللي احنا بنشتريها منها. طبعا احنا بننزل مع مامي وهي بتشتري الحاجة، واحنا شاطرين وعارفين هي بكل حاجة بتيجي منين بالظبط. فمثلا لو عندنا ايه، تفاح وجبنة وفرشاة اسنان وكتاب وقصة وخبز وقميص او تيشيرت، احنا هنقسم مجموعة الاشياء ديت على اساس المكان اللي احنا بنشتريها منه. مين بقى الشاطر اللي هيجاوب معايا؟ مين اللي بينزل مع مامي يشتري الحاجة وبيساعد مامي وبيشيل معاها وبينقي معاها الحاجات الجميلة؟ ايوه يا حبيبي يا شاطر انت، يلا قولي بقى يا حبيبي. الجبنة والتفاح بنجيبهم منين يا ترى؟ بنجيبهم من متجر البقالة ولا من الصيدلية ولا المكتبة اللي بيع الكتب ولا من السوق؟ احنا طبعا بنروح مع ماما السوبر ماركت، بنجيب معاها ايه؟ اكيد بنجيب معاها الجبنة، واكيد ساعات بيبقى فيه تفاح. يبقى احنا بنجيب الجبن والتفاح منين؟ من متجر البقالة. شاطر يا حبيبي، برافو عليك. تاني حاجة معانا ايه؟ فرشاة الاسنان. فرشاة الاسنان ديت بنجيبها منين؟ من متجر البقالة ولا من الصيدلية ولا مكتبة اللي بيع الكتب ولا من السوق؟ اكيد طبعا بنجيبها من الصيدلية، هي ومعجون الاسنان، صح ولا مش صح؟ شاطرين، برافو عليكم. ودلوقتي معانا ايه تاني؟ في قصة وفي كتاب. اكيد احنا ما بنجيبش القصة من بقال، واكيد ما بنجيبش الكتاب من الصيدليه. اكيد احنا بنجيبهم منين؟ بنجيبهم من المكتبه. شاطرين يا حبايبي، شاطرين. واخر حاجه الخبز والقميص. الخبز يا حبايبي احنا بنجيبه منين؟ من متجر البقاله ولا من الصيدليه ولا من المكتبه ولا السوق؟ اكيد طبعا من متجر البقاله او من السوق، ممكن من هنا وممكن من هنا، فاحنا ممكن هنكتبها هنا وهنكتبها هنا. طيب اخر حاجه معانا ايه؟ التيشيرت او القميص. الملابس اكيد ما بتتباعش في متجر البقالة، واكيد ما بتتباعش في الصيدلية، واكيد ما بتتباعش في المكتبة. احنا بنجيب الملابس دي منين؟ من السوق. برافو شاطرين. ونتنقل لاخر جزء من الدرس معانا، وعاوز اقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا شير كتير 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 عشان اصدقائكم كمان يستفيدوا ويبقوا شاطرين زيكم. واخر جزء معانا في الدرس الثالث النهاردة اسمه احتياجاتي اليومية. يعني ايه كلمة احتياجاتي اليومية؟ احنا عرفنا يا حبايبي قبل كده الفرق بين الحاجة والرغبة، وقلنا الحاجة هي الحاجة الضرورية جدا، او هو الشيء الضروري جدا 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 اللي ما ينفعش حياتنا تستمر من غيره. اما الرغبة هي الحاجة اللي بتسعدني، بس لو هي مش موجودة حياتي هتستمر عادي جدا جدا جدا. فهي بيسألك عن احتياجاتك اليومية او احتياجاتي اليومية. ايه هي يا ترى الحاجة، او ايه هو يا ترى الشيء اللي انا مقدرش استغنى عنه ابدا، او ان انا حياتي هيحصل لها حاجة او هتتأثر جامد جدا 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 لو هو مش موجود كل يوم في حياتي. اكيد في كل واحد عنده حاجة مهمة جدا في حياته هو ما يقدرش يستغنى عنها ابدا ابدا ابدا. فهنا بيقولك املاء الفراغات، ان نقط هو او هي منتج استخدمه كل يوم. ايه يا ترى اللي احنا بنستخدمه كل يوم؟ انا شايفه من وجهه نظري الخبز، رغيف الخبز. هل يا ترى في اي حد فينا كبير او صغير بيعدي عليه يوم كامل من غير ما ياكل قطعه من خبز ايا كان نوع هذا الخبز؟ اكيد كلنا كبار وصغيرين بناكل كل يوم العيش او الخبز، صح ولا مش صح؟ فهنكتب هنا ايه؟ الخبز. فهتبقى ان الخبز هو منتج استخدمه كل يوم. شاطرين. اعتقد ان ايه الخبز الخاص به مصنوع من ايه؟ احنا خدنا المرة اللي فاتت يا شاطرين يا شاطرين يا شاطرين خدنا ايه خدنا ايه خدنا ايه؟ ايوه خدنا طريقة عمل الخبز او مراحل تكوين الخبز، وقلنا ان هو الخبز دوت بيتكون من ايه؟ انه بيتكون من الدقيق والمية والخميرة والملح والزيت. فممكن بيكون ايه المكون الاساسي الحاجة اللي من غيرها ما ينفعش نعمل خبز خالص خالص خالص؟ مين هيقول؟ شاطرة شاطرة شاطرة، الدقيق. شاطرة، برافو عليكي. وانه نوع من ايه بقى يا ترى؟ الخبز ده احنا بنلبسه ولا بنلعب بيه ولا بناكله ولا بيعالجنا؟ لا اكيد طبعا احنا بناكله، يبقى نوع من انواع ايه؟ نوع من انواع الطعام. شاطرين يا حبايبي، برافو عليكم. يبقى هنكتب كلمة ايه؟ هنكتب كلمة الطعام. استطيع شراء المنتج من، هنشتري الخبز دوت من متجر البقالة ولا الصيدلية ولا مكتبة اللي بيع الكتب؟ اكيد طبعا لا يعني، ولا السوق.
قلنا الخبز بيتباع في مكانين، ممكن نشتريه من متجر البقالة وممكن نشتريه منين؟ من السوق. يبقى احنا هنكتب ايه؟ متجر البقالة ونكتب السوق. شاطر يا حبيبي، برافو عليك. واخر جزء معانا بيقولك هذا هو شكل المنتج، فهنعمل ايه؟ هنرسم رغيف عيش جميل شكله حلو كده وسخن ويفتح النفس ولذيذ، يغذيني ويكبرني ويخليني قوي. وكده يا حبايبي نكون خلصنا درسنا النهاردة، وعاوز اقول لكم كله كويس، ذاكروا كويس، اسمعوا كلام ماما وبابا، وما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب. يلا باي باي.